احنا جريد 6 ماث فيرست تير يونت 3 ليسون 1. ليسون 1 اسمه ذا ريليشن بتوين ذا جيومتريكال شيبس. كنا خدنا المره اللي فاتت الترابيزيوم والباراليلوجرام، وقلنا الترابيزيوم ايه اللي بيميز الترابيزيوم، هو فيه تو سايد تو اوبزيت سايد باراليل بس، هما ده اللي بيميز ان في سايد قصاد سايد باراليل، عشان كده بدل ما اسمه كوادرالاترال سميته ترابيزيوم. بالنسبه للباراليلوجرام في كذا ميزه. الاول بالنسبه للسايدز بتوعه، السايدز each two opposite sides are parallel and equal، كل اتنين قصاد بعض ماشيين قصاد بعض وكمان equal بعض. ده equal ده وده equal ده، وفي نفس الوقت ده ماشي قصاده وده ماشي قصاده parallel، وده برضه كذلك ماشي كده. ده بالنسبة للسايد. خدنا برضه بالنسبة للانجلز، الانجل قلنا each two opposite angle are equal، يعني b angle b equal angle دي، حتى شبهها كبيرة، دي كبيرة ودي كبيرة تمام، ودي صغيرة دي صغيرة، كل اتنين قصاد بعض شبه بعض. وقال لي في ميزة كمان، ان كل two consecutive angles are supplementary. supplementary يعني summation بتاعهم 180، يعني angle a plus angle d. طب الرومبوس مش كده؟ تطلع 180. هنشوف دلوقتي الرومبس، بس براجع على ال على الباراليلوجرام الأول، بعد كده نشوف الفرق ما بينهم وبين الرومبس. كل اتنين ورا بعض 180. آخر حاجة الدياجونال، الدياجونال مالها؟ نوت إيكوال، واحد طويل من الأول للآخر والتاني صغير. لا طب ايه المشكلة بقى اللي فيهم؟ not equal but bisect each other، يعني كل واحد بيقسم التاني من النص بالظبط. خلاص كده؟ طيب كده خلصنا الباراليلوجرام، نبتدي بقى نخش نشوف الايه الاشكال التانية وايه الفرق ما بينها. هنمسك دلوقتي الشكل التالت اسمه ايه؟ رومبس. الرومبس ده اكيد اسهل من الباراليلوجرام صح؟ ايه؟ الرومبس اكيد اسهل من الباراليلوجرام صح؟ من ال اشمعنى بتقول كل الانجلز وكل الحاجات دي اصلا قد بعض. صح ولا يعني هو بصراحة الرومبوس ده هو الباراليلوجرام ماشي، نفس المميزات. لا يا مستر كلهم يا مستر نفس المسافة، كلهم نفس الباراليلوجرام ماشي، الريكتانجل باراليلوجرام والرومبوس باراليلوجرام والسكوير اصلا باراليلوجرام، لكن بيبقى فيه كل واحد فيه حاجه حته زياده كده. يبقى الرومبوس فيه نفس المميزات بتاع الباراليلوجرام، each two opposite sides are parallel and equal، each two consecutive angle are supplementary، each two opposite angle are equal صح؟ طيب ايه الميزه في ده يا بلال؟ خليتنا اغير اسمه من باراليلوجرام لرومبوس. قال لي حاجتين، ان all sides are equal زي ما انا قلت equal BC equal تمام equal CD equal DE DA كل sides equal خلاص. دي أول ميزة. طيب إيه الميزة التانية خلتني برضه أسميه رومبوس؟ إن التو دياجونال مالهم إيكوال؟ لأ، واحد طويل خالص واحد قصير خالص. بات بيربنديكولار، يعني الـ AC بيربنديكولار أون BD.
خلاص كده. ودول المستين اللي ايه اللي موجودين في الرمز، ان all sides are equal، ودي ميزة كويسة. تاني حاجة ان ال ان ال two diagonal perpendicular. خلاص كده. طيب ناخد الشكل اللي بعده، ماشي. اسمه ايه؟ ريكتانجل. تانج. طب يا مستر، ينفع نرجع التراينجل انه يعني كل شوية بنسافر بخلط في المسألة؟ ايه؟ الريكتانجل كنت بغلط كتير عشان مش عارف، يعني مش عارف اكتب سكالين وكده، الحاجات كلها بنساها يعني. مش بتعرف تكتب سكالن؟ وإكوارات يعني الحاجات دي أنا نسيتها خالص يا يعني. مستر، طيب ماشي، نبقى نعمل ريفيجن عليه. نعم. مستر، الريكتانجل اللي هو الدي بي إيكوال والأي سي إيكوال، صح؟ ايوه برافو عليك. الريكتانجل فيه مستين بيميزوه، ايه المستين اللي بيميزوه؟ قال لي اول حاجة الانجلز بتاعته كلها 90، ماشي، كل الانجلز 90، يعني شكل عدل واقف كده. خلاص، مش زي البراليلوجرام، واحدة مثلا اكيوت ودي اوبتيوس، لا كله 90، ده 90 ده 90 ده 90 وده 90. واحدة أصلا من البارالوجرام جابت الماينتي، معناه إنه كله جاب ماينتي. ايوه تمام. all angles او في one angles are 90، ماشي كده. ايه الميزة برضو التانية اللي فيه؟ هنا التو دياجونال مالهم ايكوال، لان مفيش واحد نايم كده، فواحد طويل واحد قصير، لا هو عدل كله 90، يبقى الشكل واقف كده، يبقى التو دياجونال ايكوال، يبقى ال AC equal ال BD. خلاص كده. يبقى ايه المستين اللي في الريكتانجل يا بلال؟ all angles are 90. بلال انت هتصحى ولا ايه؟ لا صح والله. ماشي. طب ايه الميزة التانية يا بلال؟ ان ال two diagonals are equal، AC equal BD. خلاص. طب المسين بتوع الرومبوس، all sides are equal with two diagonal. نعم، تقول حاجة؟ طيب، وإن ال two diagonal ماله perpendicular. خلاص، يبقى ده في مستين وده في مستين، ماشي كده. ناخد آخر شكل اللي هو مين؟ السكوير. تمام. حد نقل ولا كان عايز ينقل ولا حاجة؟ اي اعمل ريديو، هاخد سكرين شوت، ايه؟ اعمل سكرين شوت. ماشي، اخدت سكرين شوت. خلاص خلاص كده. ماشي. يبقى كده كان في مستين للرومبوس، all sides are equal with two diagonal perpendicular، وكان في two حاجتين برضو مختلفتين في الريكتانجل، ايه هما؟ ان ال two all angles are 90، او في angle واحدة ب 90، وايه تاني؟ وان التو دايجونال مالهم R equal. ار ايكو. طيب نمسك بقى رابع حاجة السكوير ترى ونشوف. كل الجهات اللي هو ACB كلهم equal، ايه هم كلهم equal، كل حاجة هو equal، ايه هو ايه ده؟ اللي هم السايد sides sides equal for rhombus، ماشي. طيب، والسكوير مش equal صح؟
تعال نشوف ايه المختلف في السكوير. احنا قلنا في الرومبوس ايه، كل السايدز ار ايكوال صح؟ اه السكوير زي قلنا في الرومبوس ان التو دايجونال بيربنديكولار صح؟ اه السكوير زي قلنا في الريكتانجل اول انجلز ار 90 اه السكوير زي قلنا في الريكتانجل ان التو دايجونال ايكوال اه السكوير زي. يعني السكوير ده فيه الاربع حاجات اللي احنا قلناهم، الاتنين بتوع الرومبوس والاتنين بتوع الريكتانجل. سهل كده؟ تمام. حد ليه سؤال لحد دلوقتي؟ ماشي يلا بينا نكمل. الحل بتاعنا بقى نحل بقى التمارين بقى. مستر، ثانية واحدة وجاي بسرعة جدا. ماشي يلا. في ملخص للدرس ده مهم شوية. بيلي ده في ده الباراليلوجرام، التلاتة دول باراليلوجرام، بس الريكتانجل one of its angle are right والتو diagonal are equal. طب الرومبس two adjacent side are equal، في الضلعين جنب بعض متساويين، معنى كده ان كله قد بعض. والتو diagonal are perpendicular. طب السكوير الأربعة مع بعض، واحدة من الأنجلز بتوع 90، two adjacent side are equal، التو diagonal are equal، والتو diagonal perpendicular. خلاص كده؟ ايوه مس. ماشي. يبقى ده الكوادرالاترال، لو في تو سايد ار بارلل بسميه ترابيزيوم، لو اتش تو اوبزيت سايد ار بارلل اند ايكوال اسمه باراليلوجرام. طب نفس الباراليلوجرام لو كل السايدز ار ايكوال سميته رومبوس، لو الاول انجلز ار 90 سميته ريكتانجل، لو الانجلز ار 90 والسايدز ار ايكوال يبقى سميته سكوير. يلا نبتدي بسم الله. نحل التشوز الأول وبعد كده نخش على الايه، على المسائل التانية. ده كومبليتر. الكومبليت الأول، the four sides are equal in length، في شكل أو سكوير شكلين. اند رومبس. برافو عليك. التو دياجونال ار ايكوال ان لينث، في شكلين برضو كان الدياجونال قد بعض اللي هم عدلين كده، فاكرينهم؟ الترابيزيوم والباراليلوجرام. ايه؟ لا الأشكال اللي هي عدلة، البراليلوجرام كده معلش والسكوير. كان في واحد للأسف طويل، الشروط أيوة كان في واحد طويل واحد قصير، لا ده بيبقى أشكال عدلة كده بتتنجل للسكوير. صح، ريكتانجل أند سكوير، ده من هنا لهنا زي من هنا لهنا. طيب the two diagonal are perpendicular، يعني مش معدولين، لا perpendicular يعني عاملين كده مع بعض. كان مش في فاهم. شكلين خدناهم perpendicular الدياجونال مع بعض، فاكرينهم؟ أولا السكوير ده راشق في كل حاجة خلاص، وتاني حاجة مين؟ الوكتانجل لا الرومبس، فاكرين كان عامل كده، ده كده وده كده صح؟ قد دي بيربنديكولر، يعني السكور أساسي بيربنديكولر ومعاها الرومبس. The four angles are right in each of ايه وايه، حاجتين الانجلز ب 90 كلها. اه الأشكال اللي عدل دي rectangle and square. rectangle and square. rectangle and square. برافو عليك. The opposite angles are equal in measure in each of A و A و A و A. Each opposite angle are equal. البارالجرام والرومبس والريكتانجل والسكوير.
اللهم البارلجرام والريكتانجل والسكوير والرمبس، برافو عليك. The two diagonal bisect each other. طبعا فيهم كله. البارالوجرام والترابيزم صح؟ لا الترابيزم ده مش تبعهم. الترابيزم ده ما رسمنالوش diagonal اصلا. هو ما فيهوش غير ميزة واحدة، ان فيه تو سايد ار بارل بس، مفيش اي ميزة تانية. البارالوجرام التو دايجونال بايسكت ايتش اذر في الباراليلوجرام والريكتانجل والرومبوس والسكوير. The sum of measures of two consecutive angles are 180 in each of A و A و A. نعم مين اللي فيه تو انجل ورا بعض؟ السمشن بتاع 180 نفسهم برضو كلهم، باراليلوجرام والرومبوس، لان الرومبوس هو باراليلوجرام، والريكتانجل عشان الريكتانجل برضو هو باراليلوجرام، والسكوير عشان السكوير برضو هو باراليلوجرام. طيب نكمل الكومبليت اللي تحت. in the parallelogram the sum of measure of any two consecutive angles 180. In a parallelogram, each two opposite sides are not and not equal. And parallel. Equal and parallel. بلال انت جيت يا بلال؟ جودة. ماشي، متشاركش معانا ليه يا بلال؟ مش فاهم الدرس؟ لا ماشي. A parallelogram is a rhombus when its two diagonal are ال parallelogram ده rhombus ال diagonal بتوع ال rhombus مالهم؟ equal in length diagonal diagonal لحظة which two diagonals are not perpendicular are perpendicular صح تمام كده ده الرومبوس اهو وده الريكتانجل هرسمه لكم هنا وده الرمبس وده السكوير واللي تحت ده السكوير اهو كده ان شاء الله يبقى سهل الجواب على اي سؤال. والباراليلوجرام هرسمه لكم في الجنب هنا. ماشي دول الأربع أشكال والترابيزة أنت عارفين إيه شكل. طيب كنا قفنا لحد سؤال كام؟ دي the rhombus is a square if إيه؟ if الرومبوس ده ممكن يكون اللي هو square لو إيه؟ لو إيه اللي حصل؟ مش سامع كويس. الرومبوس ممكن يكون سكوير لو ايه اللي حصل؟ نسيت اسمه اللي اتحط في النص. الرومبوس فيه ميزتين، ان كل السايدز ار ايكوال والتو
دياجونال بيربنديكولار ناقص له ايه؟ ناقص له الحاجتين التانيين، ان في انجل تكون 90، وايه تاني؟ وان التو دياجونال يكونوا ايكوال بعض. خلاص، مش الرومبوس فيه 200 والسكوير فيه 4، لو الرومبوس ده زود كمان 200 هيبقى سكوير. ايه هما ال200 الزيادة؟ ان الانجلز بتاعته دي تكون 90، وان الدياجونال دول يكونوا ايكوال. خلاص، يبقى كده بقى سكوير. تمام. تمام يونس. طيب، if one of the angles of parallelogram is right، يبقى الشكل ده ايه؟ لو البراليلوجرام فيه one angle بناي بس، اسمه ايه؟ ريكتانجل. ماشي، طب ليه ما قلتش سكوير؟ مش ممكن يبقى سكوير؟ انا اقول لك بارلوجرام ما لكش رمز. ايوه، يعني السكوير كل السايدز ار ايكوال، في اتنين ايكوال واتنين تانيين. يعني السكوير ما ينفعش؟ السكوير ما ينفعش. السكوير لازم يقول لي كمان ميزة، ما ينفعش يقول لي one angle ب90 بس، لا محتاج يقول لي كمان ايه ميزة فيه، يقول لي two diagonal perpendicular كده. طيب، الشكل اللي قصادي ده ABCD parallelogram angle A ب60، عايز angle B، angle B تبقى بكام؟ 60 برضه يا راجل، هما دول قصاد بعض، حتى واحدة مقفولة هيت واحدة مفتوحة كده، شكلهم ممكن تقول لأ ده هما مش قد بعض. المفروض الاتنين اللي ورا بعض بكام يا بلال؟ بلال، نعم 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 تمام. ألو، ايوه، بقول لك التو انجلز اللي ورا بعض المفروض بكام؟ أول مرة لما أنت جاي شرحت التلفزيون 180. طب واحدة ب60 يبقى التانية بكام؟ الثانية ب120. ممتاز، برافو عليك. طب ما انت عارف هو ساكت ليه؟ The rhombus whose one of its angles is right، يعني لو الرومبوس ده واحدة من الانجل بتاعته بقت right يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ square. square. ممتاز. question 3، دي 110، دي حلناها امبارح. بي سي بكام؟ بي سي اهو كام سنتيمتر؟ 3 سنتيمتر. زي اللي قصاد، اللي قصاده كام؟ 5. يبقى 5. طب سي دي زي ثري، لا 3، صح 3. انجل اي دي انجل، انجل اي بكام؟ مستر، هي لو قصادها هيبقى نفس العدد. 110. ايه 110. ممتاز. انجل دي، انجل دي 90. ليه؟ قصدي 70 70. انا اسف. ممتاز يا ده، ما شاء الله عليك. ها، يلا يا بلال، نمبر بي. اول واحدة الثانية علي صوتك شوية. ام اول واحدة ام 7 سنتيمتر،
وثانية واحدة دي equal 14 سنتيمتر. ماشي طوالي. احمد نمبر سي، دي ب 30 ودي ب 45، عايز انجل واي. حليتها امبارح، سبعين الواي 105. 105 دي عشان التراينجل 180 كلهم يبقى الاقصاد زيها. ماشي ادم نمبر دي الريكتانجل ده كله 6 وده 2، ايه بي بكام ده؟ 2 ممتاز. دي ام الحته دي ده كم؟ 3 صح، لأن 2 diagonal قد بعض يبقى 6 وده 3. طب بيلي the perimeter of triangle ABM، فين ABM ده؟ ده وعايز البريمتر بتاعه. يعني ايه البريمتر؟ البريمتر ده length of outer line، يعني طول اللاين اللي بره. ده وده وده، بعمل لهم بلس. طب ده بكام؟ ده ب 3 بتوع اهو زي اللي او قصاده. بتوع قصدي بتوع بتوع طب وده بكام؟ ده ب 6. ده ب 3، كل ده ب 6، انا عايز النص بس ب 3. وده بكام؟ ده ب 3 برضه. ب 3 برضه. 3 بلس 3 6 بلس 2 8 سنتيمتر. يلا يا بلال نعم جاهز. كويشن اي، اي بي سي دي از ارومبوس، رومبوس يعني كل السايد قد بعض. ده 5 يبقى ده 5 وده 5 وده 5. طب ده 30 ماشي، بيقول لي اي دي بكام؟ اي دي ده بكام؟ 5. انجل بي اي ام بي، احنا قلنا مين اللي في النص؟ ايه، بروح للاي اهي واهي، باخد انهي واحده دي ولا دي؟ بشوف البي والام، البي اهي لحد الام، يبقى هو عايز الحته دي اللي اخرها بي ولا اخرها ام. دي بكام يا بلال؟ الانجل دي اشترى اقول انا ماشي قول 150 130 كتير قوي ليه كده؟ خش مستر مش هما مش قصاد بعض، هما مش قصاد بعض. يعني ده بص، انا عندي معلومه ان ده بثرتي. ايوه ما انا دي بقى ايوه 150 يبقى ايه؟ 150 هو ايه اللي 150 قصدك دي كلها يعني؟ ما دي مش كلها 130، لو دي كلها 30 يبقى ده كله 150. وانت عايز اللي هي حته دي بس؟ بص دي دقيقة واحدة فكروا فيها، أنا جاي دقيقة واحدة بس.
حد فيكم عرفها؟ أي واحد اللي احنا فيها اللي هي النمبر ده نمبر ايه؟ اللي هي ميجر انجل بي اي ام. ايوه دي سهلة يا عم. ايتي بس اس 60 حتى انا قلت هي 60 لان الميجر انجل ام رايت وعشان ده رومبس الرومبس ده نجل ال التو دياجونالز ار بيرپنديكولار. لقيته حل مستر انا عارفها. 60 انجل ايه 60 انجل 60 ايوه اللي هي الحته الصغيره دي. ليه بقى؟ لانه بيقول لي بي اي ام ما بيقوليش الانجل كله بتاع اللي هو بي. ايوه ليه قلت ب 60 يعني؟ هل دي ب 90؟ ايوه دي ب 90. ليه؟ لان الرومبوس ماله بيربنديكولار. دايجونالز ار بيربنديكولار. ممتاز ودي ب 6 خلاص كده. المفروض السيشن خلصت. هتكملوا بقى باقي الحل على الاسئله اللي انتم ما حليتوهاش كلها. خلاص هو ده الهوم ورك. ماشي أوكي. اشوفكم على خير ان شاء الله واجازه سعيده. السلام عليكم. هو حصه دي ماشي يعني بالنسبه لنا مش هشوفكم اليوم الاحد ان شاء الله. السلام عليكم.